تبلغ للرسالة رسالة عاجلة عن كل حالة، وبلغها لكل الناس جمعا وكل في سراه وفي مجاله. أنا عندي جواب لكل سائل، أجاوب له على صيغة سؤاله، أجاوب له على كل التساؤل، وأجاوب له لما يخطر في باله. وأنا ما أقول عالم غيب، كلا، حشى لله عن هذه الجهالة، ولكن التجارب علمتني لدرب الطيب وعلوم الرجالة، ولكن التجارب علمتني لعلم الطيب وعلوم الرجالة، وعلم الطيب واضح من يريده. نقول اسمع التفصيل المقالة، على الدين الحنيف احفظ وحافظ، وإذا جاء الضيف كرم في سباله، ولا تخاوي البخيل ولا تزوره، ولا تمشي مع أصحاب النذالة. ترى طبع البخيل إذا نصيته يسوي لك 80 استحالة، ويحلف لك ويقعد يتعذر، عسى الله ما يكثر في حلاله، وتلقى دائما بابه مقفل ولا فاح المهيل من دلاله، وتلقى زوجته تشكين كدها، وتلقى حالها في خس حاله، وإذا جوها الضيوف أكبر مصيبة كما لا مات واحد من عياله. ولو جوها الضيوف أكبر مصيبة كما لا مات واحد من عياله. وأما النذل فعلومه كثيرة، ففال الله ولا وجهه وفاله، يدور للفتن من كل جانب ولا يعرف يمينه من شماله، إذا شفته في المجلس تربع وصلح غترته واسوى عقاله. إذا شفته في المجلس تربع وصلح غترته واسوى عقاله، وقام يحش في فلان الفلاني وبالهرجة المزيف التكاله، مثل هذا وهذا لا تخاوي، ودور لك على واحد بداله، ودور لك على صاحب يسرك من أصحاب المروة والشكالة. ولا تخاوي الرجل من شان منصب، ولا تخاوي الرجل من شان ماله، وإذا تبغى الرجل تعرف سلومه تنشد عن أبوه وعن خواله. وإذا تبغى الرجل تعرف سلومه تنشد عن أبوه وعن خواله. وهذا هو عنوان الرسائل، واخترنا لكم منها رسالة، ونختمها بذكر الله وحمده، وصلى الله على محمد وآله. السلام عليكم. يا حظ على بعض الرهوب لا نواله شيء، حظه يخدمه، وين ما وجه مع الحظ معزوم، يحمل حظوظه مثل حملة اقلمه، لكن ان جوه النشامة في لزوم يتساوى في وجوده وعدمه. طالبك يا حظ ساعدني وقوم، من بغطالات حذرة تحرمه، روح البيضان الوجيه، شرواكم روح البيضان الوجيه، أهل السلوم ملهم في صدر الأمجاد، أوسمه الصقور اللي فعليها تحوم، لا تنزلها على كف رخمة. طالبك يا حظ مقدام القروب، واجهة ربعة تطير بأسهمة، مثل هذا لا تطيح له سهوب، اكرمه يا حظ تكفى واحشمه، لو يطيح أقرب بني عمه يلوم، وينطق لسانه بشي يكتمه، ويمكن يبيعه على أول من يسوم الشماته مثل هذا في دمه. وفي الحياة أسرار يحفظها الكتوب، لو تزعلنا فلا يفتح فمه، ليت لي واحد مثل هذا يدوم، حتى في الخوة حظوظي معدمة، ما يقوم الحظ إلا في الحلوم، كل ما يخطر في بالي أحلمه، لأن صرت أقضي الأيام نوم، أبني طموحي وإذا قمت أهدمه في السنة، لين صرت أقضي الأيام نوم، أبني طموحي وإذا قمت أهدمه في السنة. يا ليت للوافين يوم يهدي الحاكم حظوظ ومكرمه، الحظوظ أرزاق من رب الرحوم، لو هي بيدين ابن آدم مقسمه، ذاك قسمه صيت يقضي به لزوم، وذاك قسمه مال لكن ترحمه، وذاك قسمه حكم لكنه ظلوم، وذاك جيد لكن القل عدمه، ومن لقى حظه فهو خير القسوم، والله ان يركز مع الكل علمه، والله ان يركز مع الكل علمه. واحد من صقر شبه الجزيره، ما هو كلام فلان ولا فلنتان، هذا وعد من صقر شبه الجزيره، ما هو كلام فلان ولا فلنتان، لكن قولوا للوجيهه
الحقيرة ترخي نظرها عن طويلين الأيمان ولا تروها لولها والأخيرة اللي بعدها يقال قد كانت إيران وإحنا معه لدندن الحرب زيرة عهد من اللي لا عطل عهد ما خان انجحف لو للحرب من كل ديرة يول مقاديم الرياجيل هذلان انجحف لو للحرب من كل ديرة يول مقاديم الرياجيل هذلان يا نرجع بنصر يبشر بشيره ولا الجنايز ما لها غير الأكفان الخوف ما هو للوجيه السفيرة الخوف للي ما دخل قلبها إيمان لكن يا سلمان قود المسيرة وهذا عهدنا نعلنه ياك حيلان عهد من الهذلان وأنا سفيره وأعلنه باسم هذيل في كل الأوطان. سلام.